أنس الملحوني، أنا سعيد جدا بالمشاركة في هذا السفر الرقمي الجميل في زمن كورونا لمعانقة تراثنا المغربي المتجدد في التربة المغربية، هذا التراث العميق والجميل. سعيد بأن أكون مع أساتذة نعتز بهم بمكانتهم العلمية والمعرفية، فشكرا للإخوة المشاركين، وشكرا للسيدة المديرة المديرية الإقليمية للثقافة بأسفي واليوسفية. بدوري أجدد الشكر للسيد المدير الجهوي للثقافة، فأستسمحكم السي أنس الملحوني. غادي ناخذ الآن في ربما في السؤال الأول. السي أنس الملحوني، ما يمكنش تكون العيطة حاضرة وما تكونش الفروسية التقليدية التبوريضة، وما يمكنش العيطة تغنى وما يكونش حضور الفرس والفارس، وهنا في تتجلى الشهامة والشجاعة ديال الفرسان المغاربة. لهذا التمثل في ممارسة الطقوس التبوريضة هو يسترجعنا إلى تاريخ ملاحم البطولات واللي وثقتها العيطة. هنا في كاين هذا التكامل ما بين العيطة وما بين التبوريضة ولا الفروسية. للأسف هذه السنة ما شميناش البارود، للأسف المهرجانات واقفة ديال التبوريضة، الخيل في الإسطبلات ديالها، الصندوق ديال الأجداد يحتوي اليوم على البنادق وعلى الخناجر وعلى الألبسة الجميلة، تنتظر ساعة الصفر للانطلاق نحو محارك التبوريضة. ولن نأتمن كل المداخلات ديال الأساتذة الأجلاء لأنها كتخاطع ما هو إعلامي، وكان داخل شق ديالها في تفاصيلها تحمل رائحة ما هو إعلامي. فالإجابة عن هذا السؤال تستحق واحد المدخل توضيحي لاستجلاء الحقيقة حول كيف تم تأسيس مهرجان العيطة. لابد ما نستحضروا المرحلة ديال التأسيس في بداية الألفية، ونتسائلوا على الإكراهات وعلى الصعوبات اللي رافقت التأسيس، ونطرحوا ما هو التصور الذي اشتغل عليه المؤسسون. هنا نوقفوا على أهمية أن المهرجان العيطة كان ضرورة ثقافية. نعم، أنا قلت بأن مهرجان العيطة كان ضرورة ثقافية. فالمهرجان كيف تنعرفوا هو شكل من أشكال احتفال المجتمع أو الدولة بحق من الحقول أو قطاع من القطاعات، أو تعبير من التعبيرات الفكرية أو الثقافية أو الإبداعية أو الجمالية. وأهمية المهرجان تكمن في كونه رئة من الرئات التي تتنفس من خلالها الثقافة الوطنية في المغرب، وهو آلية من آليات الحضور والتعبير والتداول في خطاب الثقافة، أو الخطاب حول الثقافة في مكوناتها وتعبيراتها كالموسيقى والغناء والرقص والشعر والأداب والفنون. لذلك يعتبر المهرجان ضرورة ثقافية ومجتمعية. المهرجانات عبر التاريخ هي لحظة جديدة في حياة الناس، حيث كانت دائما تخرج الساكنة من روتين سنة من الجهد والعمل ومتاعب الحياة. انطلاقا من تجربة ديالي كمنشط في المهرجانات التراثية، ومن خلال احتكاكي بتنظيم المواسم التراثية والمهرجانات، فهي كانت مناسبات من أجل أن لا تظل الأيام متشابهة. هذا هو المغزى الكبير من المهرجانات، باش نخرجوا من الروتين ونخرجوا الجمهور من الروتين ومن الملل، سواء كانت تلك الاحتفالات من خلال الإنتاجات الفلاحية أو الزراعية، أو الاحتفال بالألبسة التقليدية أو التراثية أو الصناعات والمهارات أو الإبداعات الإنسانية بمختلف الأنواع ديالها والأنماط ديالها. الخلاصة هي أن المهرجانات ليست مضيعة للوقت. أنا داير هذا التقديم باش ندخل للتوثيق ديال الدورات كلها كيفاش بدا التأسيس. فالمهرجانات ماشي مضيعة ديال الوقت كيف كيعتبرها بعض الجهات، أو مضيعة للجهد والمال حسب ما كان تردده بعض الأبواق خلال الفترة ديال التأسيس. المهرجانات ليس مناسبة لإلهاء الناس عن الأساسيات، هذه تنسطروا عليها بالسطر الأحمر، لأنه هناك من يطبل ويقول بأن المهرجانات تلهي الناس عن الأساسيات، على اعتبار أن المهرجانات هي جزء مهم من الأساس حسب تعبير الأستاذ حسان نجمي، لأنه ليس فقط شكل من أشكال لعب المجتمع، ولكنه شكل من أشكال التعبير عن الحضور. والمهرجانات هي جزء لا يتجزأ من الممارسة الثقافية للمجتمع. ذاكرة لحظة التأسيس
وانطلاق فعالية الدورة الأولى لمهرجان العيطة بأسفي تحتفظ بمعركة ثقافية قرعت طبولها بصدور أول بيان احتجاجي ضد المهرجان. هذه الأمانة التاريخية، بيان سياسي ديال حزب معين ما نذكرش الاسم ديالو هنا، صدر بيان ضد الدورة الأولى ديال مهرجان العيطة في أسفي. تلاه بعد ذلك بيان احتجاجي لحزب آخر تقدمي فرع، الحزب الأول المحافظ والحزب الثاني التقدمي كيصدر بيان آخر لعرقلة تأسيس الدورة الأولى ديال المهرجان. في هذا السياق ثلاثة الأحزاب التقدمية تصدر بيان مشترك للدفاع والترافع عن انطلاقة الدورة الأولى لمهرجان العيد. والوثائق هذا الأمانة التاريخية باش الناس تعرف شنو اللي وقع. هذا البيان ثلاثي الأطراف هو كان باش من أجل الترافع على قيمة ديال المهرجان في العيطة، وهذا نقول للتاريخ ليعرف المهتمون أن تلك اللحظة عرفت عدة متاهي ومعارك ثقافية رمزية بالنسبة لي أنا، يمكن تصنيفها كذلك في خانة سؤال التدبير الإعلامي السياسي. هذه توثقت هذه المرحلة، فيها صراع، فيها صراع اللي بدأوا الناس لإحباط مرحلة التأسيس. ففكرة تأسيس مهرجان العيطة جاءت اقتراحا من الشاعر والباحث الأستاذ حسن نجم بصفته لما كان رئيسا لاتحاد كتاب المغرب، يقترح على وزير الثقافة السي محمد الأشعري. هذه مرحلة تاريخية اللي كتبت بنداء ديال المثقف المغربي للترافع على تأسيس مهرجان في العيطة في أسفي. وحسب المعلومات المتوفرة لدي فقد أجرى حسن نجمي آنذاك لقاء حول المهرجان مع والي جهة الدكلاء عبدة في تلك الفترة الأستاذ الشيخ محمد بيد الله، الذي رحب بالفكرة، رحب بالمقترح، لكن رغم ذلك كان أبدا بعض التردد احتياطا من ردود فعل بعض الجهات، وذلك ما كان صدرت البيانات. الأستاذ حسن جميل في لقائي به وفي اتصالي به واستفساره حول التأسيس هو بعض الفوص، لأن مدينة يوسفية هي البوابة ديال مدينة أسفي، بوابة يوسفية هي التي تنلقاو ذاتنا، هي التي تنمشيو عند إخواننا المثقفين فين كنمشيو للصيف للبحر، بمعنى حنا عارفين ماذا يدور في أسفي، قريب لينا، يعني حاضرة المحيط بلادنا أكثر من مدينة يوسفية. فالترافع ديال حسن نجمي العيطة كيعتبرها بأنها مشروع ثقافي شامل اللي غادي يجيبو، كان دواء فكرية اقترحها على بيد الله، فيها تلة من المثقفين والمبدعين والمهتمين الباحثين في التراث بشكل كبير، من بينهم الرحيل الأستاذ سي بوحميد رحمه الله، وباحثين أجانب مهتمين بفن العيطة المغربية، واللي كان أغلبيتهم من إيطاليا، كانوا ذكور ونساء أساتذة يعني اللي عاشوا اللحظة الجميلة ديال التأسيس، واللي كان فيها المرحوم بوحميد يعبر عن شعوره بواحد الألق كبير وتحقق له هذا المشروع. من بين المرتكزات الأساسية التي ترافع بها الأستاذ حسن جمي على ملف تأسيس مهرجان العيطة أمام من يعني من الأمر، أنه من الخطأ، هكذا يقول حسن جمي، من الخطأ النظر بنظرة دونية للشيخات، لأنه البيانات تضمنت بعض المفاهيم عن الشيخة، بعض المفاهيم اللي تحطم القيمة العيطة. فقال لمن يعني بالأمر لا يمكن أن ننظر بدونية للشيخات بشكل خاص وللعيطة بشكل عام، ولا يمكن أن نعتبر الشيخات مجرد بغايا وفق ما يروجه البعض. لذلك لا يمكن رفض إقامة مهرجان يهدف إلى رد الاعتبار لمكون أساسي من تراث المجتمع المغربي على مستوى الرواد وعلى مستوى النصوص والغناء. في الحقيقة أن لحظة التأسيس كانت صعبة، لأن المؤسسين واجهوا مثل هذا الفكر المتردي، في حقيقة فكر متخلف ورجعي، وقد تم إقناع من يهمهم الأمر بأن العيطة هي أولا هي غناء الفلاحين والمزارعين، وهي ثقافة العالم القروي. لذلك يؤكد نجمي قائلا
واحد الشعور جميل، لقد نجحنا في معركة التأسيس التي كانت معركة قافية رمزية. هذه المعاناة التي كانت بادئة الأمر. في هذا السياق تكلف اتحاد كتاب المغرب، وملي كنذكروا اتحاد كتاب المغرب الأساتذة يعرفوا هذه المنظمة العتيدة اللي سيطها وصل العالمية من خلال تلة من الكتاب والشعراء والفنانين اللي دبروا المرحلة ديال اتحاد كتاب المغرب، وعندهم إصدارات معروفة وعندها وزنها في الساحة الثقافية. تكلف اتحاد كتاب المغرب برمجة واحد الندوة، فدائما تندوى على مرحلة التأسيس والدورة الأولى بفضاء دار السلطان، شارك فيها باحثون ومثقفون من داخل المغرب وخارجه، وبشهادة الجميع كانت ندوة ناجحة بكل المقاييس. شارك فيها الأستاذ بوحميد للمرة الأولى والأخيرة بعد وفاته رحمه الله. وما زلت أذكر بأنه بخط يديه كتب نص العطاء ديال الرادومي، وكيفاش يشرح المصطلح العنوان ديال العطاء، واش الرادوني انتظروني او ارادوني بغوني، وكان يتحدث للجمهور بواحد الاحساس رائع جدا، لان الرجل انتج بغزاره حول البحث والدراسه، وانتم تعرفوا المساله. مع مرور الدورات تكونت صوره ايجابيه، بدينا تنخرجوا من الدوره الثانيه الثالثه الرابعه، بدات تتكون امور ايجابيه على مهرجان في العطاء، لانه لم يكن مكسبا لاسفي، ما كانش مكسب ديال مدينه اسفي والمنطقه وحدها، بل كان مكسبا للمغرب وللثقافه الوطنيه، لان المؤسسين هذيك الساعه حتى في البرامج ديالهم وفي وثائقهم وفي دراستهم تعتبروا المهرجان وطني. وغادي نوصلوا لهذه المساله، لانه غادي يدخل في الشبكه ديال المهرجانات في هذيك اللحظه ديال السي محمد الاشعري، بعد ما اسس 16 مهرجان اخرى اللي ولات في الشبكه ديال المهرجانات الوطنيه ديال المغرب. المؤسسون لمهرجان العطاء الاسفي كان لهم واحد التصور شامل على المهرجان والاهداف ديالو، ما جاوش وحطوا قالوا غنديروا هذا المهرجان ديال العطاء وكفى المؤمن والشرك، لا، حطوا له واحد التصور، واحد البرمجه، عنده افق ديالو. والاهداف ديالو كانت امتدادات ديالها غتكون وكانت وطنيه، على اعتبار ان العطاء ليست حكرا، نعاود ناكدوا على هذه المساله، على منطقه عبداء اسفي بوحدها فقط، لان التوزيع الجغرافي في العطاء كيفاش كيعرفوا الاخوان كامل يشمل 9 انماط بمختلف المجالات الجغرافيه، واللي نذكروا العطاء الغربويه، العطاء الزعريه، العطاء الملاليه، والعطاء الحوزيه، العطاء الفلاليه، العطاء القصبويه، والعطاء الشيدمية، واخيرا العطاء المرساوي. هاد 9 انماط من في العطاء موزعه على خريطه المغرب، وبالتالي مهرجان هذا الاول لم يفتح فقط للعطاء العادي، ولكن فتح في وجه كل الانماط العطيه، واتاح الفرصه لعدد من الرواد والمجموعات والشيوخ والشيخات. التدبير الاعلامي للدورات السابقه استاذ انس لم يعير الاهتمام الى جانب مهم واساسي لعبه المهرجان، مهرجان العطاء، ولم يسلط الإعلام الأضواء التي يستحق هذا الجانب، حيث شكل المهرجان سوق شغل حقيقي على مستوى أسفي ومحيطه وحتى على المستوى الوطني. المهرجان بالنسبة للمتتبعين الإعلاميين وبالنسبة للدارسين والباحثين والمراقبين اعتبروه في طيلة هذه 18 سنة أنه سوق شغل. الاعلام ما عطاش ما برش في كاين هذه الديناميه الاقتصاديه وهذا الرواج ديال الحركه الاقتصاديه اللي خلق المهرجان، ما برش بشكل جيد على المستوى الاعلامي، لا التلفازي ولا الورقي ولا لقد تم فتح منصه العطاء في وجه كل المجموعات الغنائيه ذكور واناث، وتم رد الاعتبار اليها من خلال المشاركه والحضور، فرق وطنيه عديده اشتغلت في المهرجان على اساس ان المهرجان فرصه لتحريك هذا سوق الشغل في الوسط الفني والثقافي، لأن المؤسسون وترجع المؤسسون وضعوا نصب أعينهم بأن الثقافة لم تعد هي تلك الخطابات والمناقشات والكلام في مواضيع ثقافية وفنية، ولكن أصبحت ثقافة منتجة تحرك فضاء التشغيل. وقد أثبتت التجربة أن 3 أيام من عمر مهرجان في العطاء خلال الدورات كلهم، رغم كثافة الحضور البشري كيف قال أشار الأستاذ اللقبي، في ليله واحده كانت كتغسل المدينه بالجمهور بالعشاق في العطاء، فلاحظ انه ما كاين انخفاض ديال مستوى الجريمه، كان انخفاض ديال التحرش
كاين انخفاض ديال السرقات، وهذا ماشي جمع عباد، هادو احصائيات ديال الامن، ديال اداره الامن اللي برزاتهم وبينت بان المهرجان تيلعب هذا الدور السلمي والتواصلي والاجتماعي. عكس ما يتصور هو يروج ولا البعض، دائما هناك كانت جهات اخرى تروج بان المهرجان هو محطه ديال السرقه وديال النشل وديال الفساد وديال، لا بالعكس، كاين ارقام حقيقيه عند اداره الامن تقول بان وكل المهرجان في المغرب تيلعبوا هذا الدور السلمي وهذا الدور ديال الاستقرار الامني، وحتى المواطن تيساعد في هذا الجانب. المهرجان سجل كذلك ارتفاع منسوب حركه النشاط التجاري والسياحي بمدينه اسي، بالفعل تداول فود الزوار من مختلف مدن المغرب، وعرفت فنادق حركه مهمه بالاضافه الى الرواج التجاري، لذلك اعتبر مهرجان العيطة آلية من آليات الرفع من الاستثمار والتشغيل وتحريك السوق السياحي نتيجة إشعاعه الوطني. سأكتفي بهذا القدر وأعود إلى المحور الآخر السمح. شكرا لك.